احنا اليوم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان جات اليوم في اطار التخليد ديال الذكرى 39 لتاسيس هذه الجمعيه بالمغرب. جينا درنا برنامج نضالي، درنا برنامج اشعاعي تبدا من البارح حتى الحدود 30، الا انه للاسف اننا درنا كل ديك المساطر القانونيه اللي تنص عليها القانون الحريات العامه، دفعنا الطلبات ديال الترخيص، طلبات الاشعار، حطنا جميع السلطات بشكل قانوني وفي الاجال القانونيه احترمناه، فاذا بنا نفاجئ واحد الرساله غير معلله فيها السطر اننا نتوما ممنوعين مساحات التحرير، والناس ديال العرايش تيعرفوا بان هنا كتدار بغرير، تدار الحلوى، وما عرفتش يدار هنايا ولا شي واحد منعهم. حنا جينا نديروا ندوه صحفيه بسيطه، هاد الندوه الصحفيه بغينا نقولوا فيها شنو هي الخروقات اللي دارت في العرايش في 2017 و2018، الا اننا تنسجلوا اليوم الحالات المنع، هذا منع تعسفي. حنا تمنعنا اليوم اننا نجسدوا هذه الشهاده في الزمن ديال دوله الحق والقانون وحقوق الانسان والهضره بزاف. انا بالنسبه لنا وهذا المنع، سجلوا التاريخ.